السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد نتمنى هذا الفيديو تلقاكم بأحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم جيت نهضر معكم على هذا الجيل روبيفيان ديال دوكري ديال الناس اللي عندهم لا شوت لوكاليزي أو لا فراغات في الشعر، فهو زوين بزاف مل الشعر وغزال بزاف، غادي يعجبكم لانه بزاف ديال الناس اللي يقدر يكون الشعر ديالهم معكاس ما كيبغيش كياخذ وقت طويل باش انه يطوال، وكاينين بعض المنتجات اللي كتستعملوها كتعاون في تخفيف بعض من التوتر او ربما كتعاوننا في تسريع نمو ديال الشعر. الناس اللي كتقلب على منتجات كاين هاد جيل دو كري لتحفيز نمو الشعر، لان مثلا الناس اللي كيكون عندها تساقط الشعر او الشعر ديالها ما زوينش يعني عندها فراغات، فهذا كيعاون. ربما كيكون عندك مثلا تساقط كيكون نتيجه على ستريس او لا بعد خطات كتكون كدورو تمري من ظروف صحيه ما زويناش او لا، فكنصح بزاف ديال الناس بهذا جيل دوكري لانه كينشط الشعر وكيساعد في التغذيه ديال البصيلات. نتمنى يكون كيبان لكم كيعاون في تنشيط ديال البصيله ديال الشعر في التغذيه ديالتها، وفيه بزاف ديال الخصائص منشطه اللي كدير اعاده التوازن وكيقوي فروه ديال الراس وكيحفز النمو بنسبه ديال 94%. وكذلك الامتصاص ديالو جد سريع، تقريبا 96% سرعة الامتصاص ديالو، يعني بعد 15 دقيقة كيكون كيزيد من الدوران ديال الأوعية الدقيقة في الجلد بالنسبة ديال 32%. كيحتوي على بزاف ديال المكونات اللي كتعاون في التوازن ديال فروة الرأس وكيجلب الحيوية والطاقة للشعر. بالنسبة للناس اللي غادي تبغي تسكريني فأنا كنحاول نقرب لكم باش تاخدوا فكرة عليه. كذلك الناس بزاف جربوا عطاهم نتائج زوينة بزاف. طريقة الاستخدام ديالو هو كتستخدميه في الصباح، كتديريه على البلاصة ديال تساقط الشعر، وصراحة انخفاض ديال تساقط الشعر كيكون بشكل زوين مقارنة بالأشهر اللي فات. الناس اللي عندهم ثعلبة أو الناس اللي عندهم فراغات هكا في الرأس فكيعاون بزاف 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 تقوية الشعر بواحد الطريقة اللي خيالية جدا. فكنصحكم أنكم تستعملوه، وكنصحكم أنكم تاخدوه، تمن ديالو جد مناسب في البارافارماسي
وفي الفارماسي فخذوه وزوين بزاف. انا كنصحكم انكم تستعملوه مره في الصباح، يعني يكفي انك تستعمليه غير مره في الصباح، فقاضي الغرض وافيه. وصراحه الناس اللي عندهم لي شوت لوكاليزي كيعاون بزاف 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 في ملء الفراغات، الناس اللي عندهم داء الثعلبه كذلك كيف قلت لكم، فكنصحكم انكم تستعملوه. نتيجه خياليه من بعد 3 شهور ديال الاستعمال غيبان لكم الفرق، فكنقولوا الفرق غيبان لكم في 3 شهور، ممكن يبان قبل وممكن يبان بعد، فعلى الاقل كنحددوا يعني كحد اقصى 3 شهور، وانتم يعني ممكن اكثر وممكن قل، فعلى حسب نوعيه ديال الشعر ديالكم والحاجيات ديالو. كنصح انكم وانتم كتستعملوا تستخدموا معاه مكمل غذائي، فمن الاحسن تستخدموا مكمل غذائي للشعر ديالكم، وكذلك تاخذوا تحليلات على الفيتامين دي والحديد كذلك، باش تعرفوا الا كان عندكم نقص في هاد الفيتامينات، تضيفوهم كذلك في فترة العلاج ديالكم او في الوقيته ديال العلاج ديالكم. وشكرا لكم الى كنتو كملتوا الفيديو ديالكم حتى لهنا. سمحوا لي كنطول عليكم الغيبة، ما كنديرهاش لخاطري، ولكن كنحاول بما امكن انني نحط فيديوهات وانني نكون نشيطة على القناة، ولكن الظروف اللي مريت بها خلتني نعيش واحد الفترة صعيبة بزاف في حياتي، اللي كنحاول بقدر الامكان انني نتجاوزها ونتخطاها. فدايو معايا، كنسألكم الدعاء وكنسأل سدر بي يفوت عليا على خير، والله يرحم الوالد ديالي والله يجعل متواه الجنة. وشكرا لكل من تابعني فضلا وليس امرا، دخلوا القناة شوفوا اللي عجبكم المحتوى وركوا على زر الاشتراك، ومرحبا بكم والف مرحبا. شكرا الناس اللي كتبارتاجي، شكرا رسائلكم اللي كتوصلني على الخاص، كنجاوب على جميع التعليقات ديالكم، كندير اللي في جهدي باش نخليكم تستافدوا من القناة ديالي قدر المستطاع. وشكرا لكم ولحظتكم، وبسلامة حتى الفيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم من كل قلبي على التفاعل ديالكم معايا، وشكرا لتعاليقكم، شكرا على الأسئلة ديالكم، وشكرا على رسائلكم، وشكرا 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 ألف شكر لكل واحد تاق فيا وحاول أنه يشارك في القناة. شكرا لكم، مرحبا بالناس اللي انضموا جداد، شكرا الناس اللي كتبارتاجي القناة وكتقول لي سمير راني كنبارتاجي القناة ديالك، شكرا من كل قلبي. واخا نشكركم حتى نايا ما غاديش نشكركم قد داكشي اللي كديروا على ودي. شكرا بزاف ولهلا خطيكم عليا، وان شاء الله اللي جاي زوين وزوين بزاف. ولكن عزيز عليكم حاولوا تشتركوا وتفرجوا الى عجبكم المحتوى علاش لا، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. كانت معكم اختكم في الله سمية، احبكم في الله، الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش تدعموني دائما بزر الاشتراك واللايك. الى اللقاء.